أكد البيان الذي صدر في خاتمة هذا الاجتماع حق الشعب الفلسطيني في اتباع كافة وسائل النضال المشروعة لإيقاف الاحتلال ولإيقاف سفك الدماء الذي تقوم به إسرائيل القوة الغائمة بالاحتلال. ودعا البيان مجددا مجلس الأمن لبحث هذا الأمر. وفي هذا الشأن تقدم بالشكر لدولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن للجهود التي تقوم بها في هذا المجال، كما تقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية لجهود التي قامت بها في تهدئة الأوضاع.